اهلا وسهلا بيكم مواليد برج الحوت المائي. طيب نبتدي. برج الحوت بيبتدي من 19 فبراير الى 21 او 20 مارس. تمام. طيب طبعا في عشريات لبرج الحوت. ايه هي؟ اول حاجة اللي بيبقوا من 19 فبراير الى 28 فبراير، دول ما بين ايه؟ ما بين الدلو والحوت، هوائي مائي. الحوت الأصليين اللي من 1 مارس إلى 20 مارس، دول حوت أصلي. بعد كده من 21 مارس إلى آخر الشهر 31، دول ما بين الحمل والحوت، مائي ناري. تمام؟ طيب نشوف كده بالنسبة لشهر فبراير معاكوا إزاي مواليد برج الحوت باختصار كده، وبعدين ناخد نفتح الخريطة الميلادية الفلكية عفوا لبرج الحوت ونشوف الدنيا معاكم ايه الشهر ده. اول حاجة باختصار كده عاطفيا رائع. بصوا بقى الشهر ده الشهر بتاعكم، لان اصلا الشهر بيبتدي الزهرة بالحوت، فده معناها ان الامور العاطفية بين المرتبطين من برج الحوت فيها استقرار، العلاقة رايحة لارتباط لاستقرار، الرابط قوي بينك وبين الشريك، مفيش مشاكل وهكذا. نقدر نقول ان في ثبات في العلاقات العاطفية، كذلك المتزوجين نقدر نقول يعني اللي متجوزين هم بس اللي عندهم تدخل من اطراف ثلاثيه، يعني حذرهم يا متزوجين برج الحوت من ان يعني حد يتدخل كده بينك وبين الشريكه، ممكن يعمل شويه دربكه بسيطه في العلاقه بينك وبين الزوجه. يعني النصيحه، حذر يا برج الحوت او امراه او رجل برج حوت من ان اطراف ثلاثيه يتدخلوا يعملوا نوع من الزعزعه في العلاقه بينك وبين الشريك. تمام. العزاب الشهر ده نقدر نقول انه شهر مناسب انه يلاقي فتاة الاحلام او الانسانة المناسبة ليه للاستقرار والارتباط. استغل الفترة دي لحد قبل ما الزهرة تدخل في برج الحوت، يعني نقدر نقول لحد مثلا ايه، لحد قبل 20 فبراير بالادق. تمام. طيب الوضع الاسري بقى لو مولود برج الحوت مع اهله او اسرته، يعني العلاقات بين الاهالي او الاسره معاكي يا برج الحوت مش في محلها قوي، محتاجه كده تعمل مجهود عشان العلاقه تبقى وديه اكتر، او تصلح العلاقات بينك وبين بين الاهل. ممكن حد يتدخل في مشاكل بينك وبين اسرتك، يعمل نوع من الزعزعه، يعمل نوع من القلق من التوتر بينك وبين اهلك، فحاذر من التدخلات الخارجيه برضو في الامور الاسريه. بلاش اللي من يعني المتزوج من رجل الحوت او امرأة الحوت عندهم اطفال، في مشاكل عائلية بين اهلكم وبين بينك انت وزوجتك، بلاش ده يعني حرصهم عشان ممكن يأثر في فشل الاطفال تعليميا. خليكوا في مراقبة مستمرة معاهم. كمان سبب المشاكل بينك وبين عيلتك او زوجتك هتبقى الامور المادية، مصاريف الولاد، مسؤوليات الولاد زادت، هنعمل ايه، الامور المالية بتزيد وهكذا، هتبقى الخلافات بسبب الامور الماديه بالاغلب. محتاج ان انت وشريكتك تحطوا ميزانيه كده وتقفوا على رجليكم وتبداوا تحلوا المشاكل اللي بينكم الماديه دي، وما تدخلوش اطراف خارجيه في المواضيع بينك وبين ايه الزوجه. كذلك الاهل، ممكن يكون في موضوع ورث عامل مشاكل عائليه بينك وبين اهلك برضو الشهر ده، لازالت الخلافات مستمره او واقعه، مش شهر ايجابي برضو للامور الاسريه يا مواليد برج الحوت، فحاول اتعامل مع الامور بسلاسه شويه. طيب الامور الصحيه ليك يا برج الحوت عامله ازاي الفتره دي؟ الصحه نقدر نقول ان لو في مرض مزمن بتعاني منه بقالك فتره، ما تقلقش، انت ماشي في الطريق الصحيح. الصحه نقدر نقول في تشافي، في تعافي. لو في امراض بسيطه زي الامراض المعديه كالبرد وغيره هتبقى تحت السيطره، مجرد انك تلتزم بالعقاقير الطبيه او الادويه الامور دي هتخليك ايه تتشافى او تتعافى. انصحك بممارسه الرياضه، عمل اي نشاط بدني تخرج من خلاله الضغوط الماديه او العمليه اللي عليك الشهر ده. تمام. تمام. انصحك تمارس تمارين تامل او استرخاء لانك تزيل الاسترس من داخل جسمك شويه، الضغط. طيب الموظف بقى من برج الحوت وضعه المهني ايه؟ نقدر نقول ان الشهر ده انت حاسس انك مضغوط، بتاخد شغل 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 شغل، مفيش تقدير مالي، يعني الوضع هيستمر معاك كده لحد 20 فبراير، لحد ما الشمس تدخل في برجكم. يعني عدوا الفترة دي كده على غير فترة ضغوط مهنية رهيبة، الوضع المالي برضو مش في أفضل حالاته،
بلاش انصحك الفتره دي انك تعمل اي نشاط خارجي، لا وقف، ما تدفعش فلوس في انك تبتدي استثمار او مشروع تجاري او مشروع خارجي الا في تواريخ معينه في هذا الشهر تبتدي تنفذ فيها المشروع، وبالادق استنى لما الشمس تدخل في برجك يوم 20 او 19 فبراير، يبقى افضل ليك من قبل كده. تمام، اي مشاريع هتدخلها هتحس انها بتحبط او فاشله او بتجيب لك خسارات الماديه ومش بتأدي النتيجه اللي انت منتظرها. تمام. طيب نكمل. بالنسبه لي التعليم، التلامذه او الطلاب من شهر فبراير برضو اقدر اقول انه مش في مصلحتكم قوي، كثفوا مجهودكم، زودوا مهاراتكم المهنيه، زودوا مهاراتكم العمليه، حاولوا برضو يعني كثفوا المذاكرة أو الدراسة عشان خاطر الاختبارات أو الامتحانات ما تجيش صعبة وتحسوا بالضغط أو بالسترس. طيب السفر بالنسبة لك يا مواليد برج الحوت، السفر الداخلي أو الخارجي أنا شايفة إنه ملوش منه فايدة الشهر ده، أجلوه خالص لحد ما الشمس تدخل في برجكم. التواريخ المهمة اللي تستغلوها بقى لأي حاجة غير اللي يعني اللي أنا قلته، زي بدء مشروع تجاري، زي مثلا سفر للخارج او بدء مشروع خارجي، خدوا التواريخ دي انسب تواريخ ليكم للكلام ده، او لعقود الزواج او لامضاء عقود لسفر وغيره. تاريخ 2 فبراير، 10 فبراير، 13 فبراير، 19 فبراير، و27 فبراير. تمام، ده كده ايه باختصار الوضع العام اللي انتوا تحذروا منه الشهر ده ايه مواليد برج الحوت. نشوف كده الحوت في البيت التاسع. طيب المشتري في البيت التاسع، طيب ونبتون، دول حكام برجك نبتون والمشتري. المشتري في البيت التاسع في برج الحمل ونبتون، عفوا نبتون برضو في البيت التاسع في الحوت. طيب نشوف اتصالاتهم. طيب في اتصال ايجابي في البيت السادس، الوضع الصحي والعملي في افضل حالاته، عندك الكاريزما او الحضور الطاغي بادئ بيها الشهر، عندك اثبات ذات، الكاريزما عندك زايده يا مولود برج الحوت. المشتري بيديلك حظ في البيت التاسع، عامل اتصال بالبيت ال11، بمعنى ممكن صديق ليك مسافر او على سفر، ممكن تستفيد منه في انه يجيب لك شغل في سفر، او ممكن تستفيد من ان انت تقدم على دراسه بره، دراسات عليا، ماجستير، دكتوراه، الفترة دي مناسبة ليك انك تحقق امنياتك على سبيل السفر او الدراسة، بالذات يوم 1 فبراير، عفوا 10 فبراير. تمام تمام، نشوف كده بالنسبة للاتصالات. تمام، فبالنسبة لك الفترة دي اللي من 1 فبراير ل10 فبراير فترة حلوة قوي، لان انت تسافر او تقدم في دراسات عليا، او ان انت مثلا تبتدي تدور على فرصة عملية خارج البلاد، فالفترة دي مناسبة ليك جدا. فاول فبراير هيبتدي معاك نبتون والمشتري، نبتون في البيت التاسع بالحوت، والمشتري هيبقى في البيت العاشر بالحمل، ده هيدي لك حظوظ عملية. الكاريزما عندك زايدة، بس حذر من طاقة الحسد والغيرة من المحيط. حلو، الزهرة في الحوت، الوضع العاطفي معاك ثابت مستقر، مفهوش اي مشاكل. بالنسبة لوجود الشمس في الدلو مش هيفيدك كتير من الناحية المهنية، هيبقى شوية ضغوط، بيكثف الضغوط عليك. 10 فبراير زي ما قلنا، نبتون في البيت التاسع، المشتري في البيت التاسع ايضا، فترة حلوة للشراكات، او ان انت تستفيد من صديق مسافر بالخارج لامر يخصك شخصي ايا كان هو ايه. تمام، او اي حاجة تخص سفر عامة. بالنسبة بقى لتاريخ 15 فبراير، الفترة دي المشتري هيبقى في البيت التاسع بالحمل، نبتون في البيت التاسع أيضا بالحوت. اتصالاتهم، حاذر الفترة دي من شوية خلافات أو مشاجرات يا متزوجين برج الحوت زي ما احنا قلنا. نبتون عامل اتصالات إيجابية بالصحة، بيت الصحة وبيت بيت الشراكات، يعني الفترة دي مناسبة للشراكات، لبدء مشروع تجاري جديد، برضو مناسبة لعقود الزواج. المشتري عمل اتصال ايجابي بالبيت ال11، برضو لازالت الفرص السفر وتقديم الدراسات العليا مفتوحة معاك ميلاديا لبرج الحوت في هذه الفترة. طيب نشوف اتصالات نبتون. اتصال سلبي بالبيت ال5، زي ما قلنا حذروا يا متزوجين من بعض المشاكل او الخناقات اللي تيجي فجأة من اطراف خارجية. يوم 20 فبراير اقدر اقول ان اتصالات، نشوف برضو الزهرة كده دخلت في الحمل،
طيب الوضع العاطفي نقدر نقول انه بقى اقل شوية، يعني من 20 فبراير الوضع العاطفي اقل شوية عن بداية الشهر، يعني الفترة دي مش ملائمة ليك عاطفيا يا برج الحوت. حذر من الخلافات، من المشاكل البسيطة اللي ممكن تحصل لك في العلاقة العاطفية مع الشريك، بس هتبقى بسيطة وتعدي، مش المشكلة الكبيرة قوي. يعني اقدر اقول انه برضو الثبات العاطفي مستمر مع شوية تشويش عاطفي بسيط. المشتري اتصالاته الإيجابية مع البيت السابع، حظ حلو في الشراكات، في توسيع أعمالك، نشاطاتك، عندك الكاريزما، عندك الحضور، لا زالت مستمرة معاك لدخلة الشمس كمان في الحوت، ده هيديك الكاريزما العالية ويساعدك على كده.